هلا مخبره يلا. شو الصبر؟ الأبيض صار أصفر إذا حسيت قابلي أشرفت علي من أول شهرين ونص للشهر التاسع، ولما أجيت هون كمان عندي الولادي كمان أشرفت علي والحمد لله، يعني خلفت بصحة جيدة والطفل كمان وعناية كتير كتير حلوة. طلع عم بسمعه تقريبا لما الدارة أشوف أتأكد من كل شيء تمام. القابلة القانونية بتعتمد على الأساليب الطبيعية خلال فترة الحمل بالولادة، منها أساليب التنفس، الحركة واستعمال الكرة. لما توصل المريضة لعنا بيتم متابعتها من خلال القابلة القانونية من أول ما توصل المريضة لمرحلة ما بعد الولادة. في بعض الولادات بيصير فيها مضاعفات، بحال المضاعفات بيتم استدعاء الطبيب أو بالحالات القصوى إحالة المريضة على مستشفى. شهر عملت شي تنظيف كورتاج؟ جبت صبي ولدته هنا بالأطباء في الأنخاض. كثير منيح كثير منيح كثير منيح، قربتي برافو. عندك شي بير يوريترال مفهوم؟ لا. إجمالا العلاقة بين الطبيب والقابلة عنا هون على الطابق، أنا شخصيا فيني أقول إنه هي ممتازة، كل حدا بيعرف شو دوره اوكي وين حدود لازم يوقف عندها، بالاخير كل شيء عم نعمله هي كرمال ضمان سلامه الام والجنين. هلا بدنا نبلش بالرضاعه لانه كثير مهمه خصوصا بهلا بهالوقت المبكر اوكي ليشد رحمك بسرعه مثل ما حكينا لك قبل ماشي.